بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. المجد للاب والابن والروح القدس الان وكل اوان والى ظهر الدهور كلها امين. حقيقه داود النبي كان له عشره قويه جدا مع ربنا، وبالتالي كانت المزامير بتاعته فيها اتجاهين، اتجاه منهم اللي هو الصلاة والتسبيح والتمجيد لاسم ربنا، واتجاه تاني بيتكلم مع ربنا عن الخبرات بتاعته واللي بتخص ايه؟ بتخص الجماعة المؤمنين. يعني ايه يا جماعة؟ يعني بالضبط كده زي أب أو أم تقوم تعلم ولادها حاجات كده في حياتهم في علاقتهم بربنا، وحاجات خاصة في علاقتهم أو في حياتهم العملية. من بين الحاجات اللي هو بيتكلم عنها واختبرها هو اللي قاله النهاردة في المزمور بتاع القداس. في المزمور ده بيقول ايه؟ بيقول كثيرة هي أحزان الصديقين ومن جميعها ينجيهم الرب. طب ممكن نسأل داود سؤال؟ طب يا داود، ما ربنا من الأول بلاش أحزان الصديقين دي، خلاص بلاش، يعني إيه؟ يدي الناس القديسين على دماغهم، أو يدي الناس بتوعه أو اللي بيحبوه على دماغهم، ما من الأول إيه؟ ينجيهم الرب وخلاص؟ يقول لا، كثيرة هي أحزان الصديقين، كتيرة جدا القديسين ولاد ربنا اللي عايشين في مخافة ربنا بيواجهوا تجارب وضيقات وألمات. لو مسكنا كده الكتاب المقدس من أوله هنلاقي اللي بيقوله معلمنا داود النبي ده حقيقة. يعني يا جماعة، تعالوا نروح سفر التكوين. سفر التكوين لسه يا دوب احنا في أول الإيه؟ الحكاية. تلاقي أول حاجة تفتح بقى سفر التكوين اتنين توأم إخوات، واحد يقدم ذبيحة من أحسن حاجة عنده وتبقى مقبولة قدام ربنا، ويبقى هو عايش حياة القداسة واللي فيها بيرضي ربنا، وأخوه التاني إيه؟ طايح، يعني مش فارقة معاه. طب وبعدين ينتهي الموقف يا جماعة؟ ينطبق كلام معلمنا داود عليه ازاي؟ قايين يقتل مين؟ يقتل هابيل، وبالتالي تلاقي هابيل يبقى ايه؟ يبقى فعلا كانت احزانه كتيره جدا، سواء احزانه من جهه موقف اخوه منه، سواء احزانه برضه من جهه سلبيه الاب. يعني مش شايفين ادم احنا في الموضوع ده خالص، ما دخلش في القصه دي. احزانه برضه من جهه ان تنتهي حياته النهايه الصعبه ديت على ايد اخوه. طب نمشي شويه نلاقي كده واحد زي ابونا ابراهيم. ابراهيم ده ايه؟ ده كثير يحزن. ازاي؟ تبص تلاقي ربنا يقول له هندي لك نسل وفي نسلك تتبارك جميع قبائل الامم، ويقعد مش ايه؟ مش حاجه بتيجي. لدرجة إن سارة تقول له يا أخي أنت ما بتفهمش كلام ربنا، يمكن قصده إن أنت تجيب نسل من إيه؟ من الجارية بتاعتي، روح يا أخي إيه؟ هات نسل من الجارية. وهو يسمع كلامها وإيه؟ ويروح يغلط الغلطة بتاعته
اللي العالم بيدفع ثمنها لغاية النهاردة، ويقعد سنين طويلة ينتظر، لكن كان في حالة حزن لأنه مستنى ربنا يديله ابن الموعد. تعالوا شوف كده معاه شوية، تلاقي أبونا إبراهيم بعد ما ربنا يديله إسحاق اللي هو كان مستنيه سنين طويلة، يجي ربنا يقول له إيه؟ يقول له يا جماعة هات ابنك حبيبك وحيدك الذي تحبه إسحاق واصعده لي إيه؟ يا ربي طلب صعب قوي، وأبونا إبراهيم عايش مع ربنا بمنهج واضح خالص، هو منهج الطاعة الكاملة لربنا، حتى إن هو في بداية حياته كده تبص تلاقي ربنا يقول له اطلع وسيب كل المكان اللي انت عايش فيه والحاجات اللي حواليك وابوك وامك وكله وتعال نوريك تعيش فين، وياخد معاه لوط ابن اخوه ويبتدي يدخل بقى في رحله من احزان الصديقين. في سفر التكوين برضه نتقابل مع واحد زي مين؟ زي يوسف. احنا بنسميه يوسف الايه؟ ها؟ الصديق، يعني يوسف الايه؟ القديس. طب يوسف دي كانت حياته شكلها ايه؟ ملطشة من بين ابوه واخواته لغاية اخر الدنيا، يعني ملطشة معاه انه هو لسه عيل قد كده واخواته ايه؟ مش طايقينه. اصل ابوه ايه؟ اصل ده دلوعه مين؟ دلوعه ابوه. وبالتالي لما ابوه بيدلعه اخواته الكبار ايه؟ بيغيروا منه، خاصة بقى لما بدا يحصل ايه؟ لما بدا يحلم، لما بدأ يحلم جابت على دماغه أحزان كثيرة أوي. ونبص نلاقي حاجة بقى أهم من كده، إن هما إخواته ياخدوا قرار إن هما يتخلصوا منه. طب ليه يا جماعة كده؟ قالوا لا، ما إحنا هو هيقعد يعني غزنا كل شوية، ودي قرفنا داخل طالع لابس القميص المخطط اللي ابوه جابه له، وزي القميص ده كان ايه؟ كان فيه يعني شويه احلام كده كتيره، يلبس القميص من دول ويروح ينام ايه؟ يقوم بحلم. وبالتالي بينسهل الموقف زي ما احنا عارفين ان يوسف يتباع كعبد، وكلنا عارفين بعد كده لما يقعد يخدم في بيت فوتيفار كعبد، وبعد كده تيجي الزوجة فوتيفار تمسك فيه تقول تعالى تعالى انا عايزاك اعمل معايا خطيه. قال لها لا، كيف اصنع هذا الشر العظيم واخطئ الى الرب؟ انا شايف ربنا قدامي. ايه ده يوسف؟ ده انت يعني في مصر اللي كلهم بيعبدوا اوثان، وبيت فرعون في فوتيفار اللي يعني بيعبد الاوثان كلها. بعدين لما زوجة فوتيفار تطلب منك انك تغلط معاها، ده ممكن يكون اسرع سلم يوصلك للقمة. هترضى عنك، ولما ترضى عنك في ايه؟
تقول لي فوتيفار عنك كلام ما حصلش. يقول فوتيفار يا ايه؟ يحطك في دماغه ويبتدي يكبرك ويرقيك. لا انا اسف، مش ممكن نعمل الخطيه اللي زعل ربنا مهما كانت النتيجه بتاعتها. كلنا عارفين احزان يوسف بعد كده. احزان يوسف بعد كده يدخل السجن ويقعد سنين طويله في السجن ويتنسى، لغايه ما يجي في يوم من الايام فرعون يطلبه نتيجه الاحلام اللي فرعون حلمها، ويجي يوسف عشان يفسر له الاحلام. كثيرة هي أحزان الصديقين. هابيل أبونا إبراهيم، يوسف، كثيرة هي أحزان الصديقين. في حياة واحد زي موسى النبي، موسى النبي ما كانتش حياته سهلة أبدا، بالعكس وهو طفل يترمى في المية. يعني الله أعلم ما في المية دي جابت له نزلة شعبية ولا جابت له التهاب رئوي ولا من عارفش بقى النتائج الطبية في الموضوع يعني، لكن يعني أهي بهدلة وخلاص. وبعد شوية تيجي إيه ابنة فرعون تاخده ويتربى في بيت من بيته وتحت ظروف تانية خالص. المشكلة كبيرة، لكن ربنا ايه بينجي ولاده دايما، يبعت له امه علشان هي تبقى ايه المرضعة بتاعته، ويكبر موسى ويتثقف بكل حكمة المصريين، وبعد كده بعد كده ينزل بقى عشان يخلص اخواته. كلنا عارفين بقى اللي حصل مع موسى. كفاية وقفته قدام مين؟ قدام فرعون. انتوا متخيلين لما موسى يقف قدام فرعون ويجي ضربة بعد كده من ضربات اللي ربنا سمح بيها تيجي على المصريين؟ يعني انتوا مصرين فرعون يعمل فيه ايه بعد كده؟ انا يعني لما افكر في الحكاية دي ان فرعون لازم يكون ايه؟ يعني سامحوني كده مثلا عطاله قلمين، طلع له يعني شوية الفاظ كده من الوحشة اللي يعني على لسان فرعون على طول، يعني شغلانه. لكن ربنا نجى موسى، نجى شعب بني اسرائيل على ايديه وطلعهم من ارض مصر وعدى بيهم في البحر وداهم البريه، وهناك بعت لهم المن وطلع لهم الميه من الصخر، واستمر كده لغايه ما ربنا سمح ان هم يدخلوا بعد كده ارض الموعد على ايدين يسوع النبي. لما تبص كده في الكتاب المقدس، طبعا مش هنقدر نعدي واحد زي ايوب، واللي اتقصى السفر مخصوص يوصف آلامه وأحزانه. مش ممكن نعدي حد زي الثلاث فتية اللي ترموا في أطون النار. مش ممكن نعدي واحد زي دانيال الشاب الصغير اللي ترمى في بئر الأسود، ترمى في قبة الأسود.
كثيرة هي أحزان الصديقون. عارفين يا جماعة في العهد الجديد بقى سيد المسيح يجيب من الآخر يقول يا جماعة لا تخافوا من الذين يقتلون الجسد. يعني دي أحزان الصديقين هتوصل لإيه؟ للقتل. احنا لما نبص كده في حامل الأيقونات مثلا الناحية دي كده هنلاقي مثلا مرقس الرسول، نلاقي يوحنا المعمدان، نلاقي بقى شهداء الكنيسة كلهم، كل دول ايه؟ ماتوا واستشهدوا من اجل ايه؟ من اجل ربنا. عشان كده السيد المسيح قال لنا في العهد الجديد لا تخافوا من الذين يقتلون الجسد. عايز نقول لكم كثيرة هي أحزان الصديقين ومستمرة برضه في العهد الجديد، نفس الموضوع هو هو. وعشان كده تلاقي كل التلاميذ يموتوا شهداء ما عدا مين؟ ما عدا واحد، يوحنا الحبيب. يعني مفيش بعد كل اللي هم عملوه ان هم كرزوا بالانجيل الخليقة كلها، من جانب تاني الخليقة تعمل فيهم ايه؟ تذبح وتصلب وتعمل ايه عايزة، تحرق، يعني زي ما يجي على دماغهم. ما هي احزان. انا عايز نوصل من الموضوع ده لنقطة مهمة اوي يا احبائي. اوعى تفتكر عشان انت ماشي مع ربنا بتصلي وبتصوم وبتقرا انجيلك وبموظف الاعتراف وبتيجي الكنيسه وبتتناول هتبقى بقى يعني ايه؟ مفيش زيك. لا في مرض هيجيلك ولا فيه دي عمليه هتحصل ولا في حد يعني من الاحباء هيحصل له حاجه. لا، الكلام ده مش مظبوط. ربنا ما بيتغيرش. هو هو أمس واليوم وإلى الأبد. وهو أمس قال إيه؟ كثيرة يا أحزان الصديقين. وبعد كده اليوم السيد المسيح قال ما تخافوش من ليلة الجسد. وإلى الأبد هيبقى في إيه؟ تبقى كثيرة هي أحزان الصديقين. لكن أجمل حاجة يقولها معلمنا داود النبي، يقول ومن جميعها ينجيهم الإيه؟ ينجيهم الرب. يعني زي ما نقول لك اوعى تفتكر عشان انت بتيجي الكنيسه ولا بتصلي ولا بتدي العشور ولا يعني اي حاجه من الحاجات دي تبقى معناها ان انت ايه؟ ما يعني صحتك تبقى كويسه والعيال يبقوا ناجحين ويعني فلوس ربنا بيدي اكتر واكتر. حلو، كل الحاجات دي كويسه وممكن تبقى موجوده. لكن يا احبائي ما بيلغيش ان دايما القديسين، دايما ولاد ربنا اللي عايشين مع ربنا بيتعرضهم لتجارب وضيقات كثيره. طب ليه يا رب بتسمح بكده؟ ليه يا رب بتسمح بالضيقات والتجارب دي على اولادك؟ ليه يا جماعه؟ عارفين ليه؟ أول حاجة الأحزان اللي الصديقين بيتعرضوا ليها بتثبتهم في الإيمان بربنا أكثر، تخليهم إيه؟ أقوى في إيمانهم وأقوى في حياتهم مع ربنا. ثانياً بتخليهم يدخلوا في حاجة مهمة أوي اتكلم عنها معلمنا بولس الرسول، قال في حاجة اسمها شركة آلام المسيح. شركة آلام المسيح ايه دي يا بولس؟ قال دي شركة مساهمة. كل واحد لازم من ولاد ربنا لازم ياخد له ايه؟ سهمين، ثلاثة، عشرة، زي ما ياخد يعني او زي ما ربنا يديله يعني. فيبقى بالطريقة دي الأحزان ثبتتنا في الإيمان،
كتير قوي قوي من الناس في أثناء التجارب والضيقات بتساعدهم في حياة التوبة، تخليهم يرجعوا لربنا ويبتدوا يعني إيه يراجعوا نفسهم ويبتدوا يقدموا توبة. ثالث حاجة إن الضيقات والتجارب بتخلينا نشوف ربنا قريب قوي لينا. يعني كل الناس اللي تعرض لها الكتاب المقدس واللي ينطبق عليها انها كثيره هي احزان الصديقين كانوا في وسط التجارب ويشوفوا ربنا. روح كده اسال ايوب يقول لك ايه؟ بسمع الاذن سمعت عنه اما الان فقد راتك ايه؟ روح اسال الثلاث فتيه قالوا لك ده حتى اللي رمانا في وسط النار قال انا رامي ثلاثه شايفهم اربعه والرابع ده شبيه بابن الالهه. السيد المسيح اللي نزل عشان ينقذهم والثلاث فتيه. روح اسال دانيال كده يقول لك اه، يقول له عيش ايها الملك. ايه الحكايه دانيال انت لسه عايش؟ قال له اه، امال ايه؟ الهي الذي اعبده ارسل ملاكه فسد عني افواه الايه؟ يعني دانيال طلع من الجب بمنتهى القوه. ايه دانيال اللي حصل؟ قال يا جماعة أنا شفت ربنا وشفت الملائكة بتوعه وهم جايين يحوصوا حواليا ويغيروا طبيعة الأسود دول. يعني بيقولوا إن الأسود بقت زي الأرانب، زي قصدي القطط بقى، يعني عمال كده يعني دانيال يلعبهم زي ما يكون واحد معاه قطتين ثلاثة كده بيلعبهم. ف ينزل ربنا يسد افواه الاسود ويغير طبيعتهم بحيث ان هو ينقذ دانيال. عشان كده احبائي ما نقفش عند النص الاولاني اللي هو كثير احزان الصديقين، لازم ناخد النص الثاني اللي هو بيقول ايه؟ ومن جميعها ينجيهم الرب. ممكن بقى نقول النص الاولاني الناحيه دي كثيرة، ها مستمع، كثيرة هي أحزان الإيه؟ صدقين، ها ومن جميعها نجيهم الرب. لازم نعكس بقى. طب نبتدي هنا كثيرة وهنا حلو خالص. ربنا يدينا نعمة ويدينا بركة كده ونحس كده إن إحنا نعيش مع ربنا ونحتمل ونقبل كل الآلام اللي يسمح ليها والأحزان اللي يسمح بيها ونبص دايما على النتيجة. من جميعها ينجيهم الرب زي ما قال القديس أغسطينوس، كلمة هنختم بيها بس، قال يا رب أنا عارف التجربة هتنتهي، هتنتهي اللي مش هينتهي بالحياة هينتهي بالإيه؟ بالموت. لكن يا رب خليني نشوفك في وسط التجربة، لأن لما نشوفك يبقى أنا خلاص دوست على التجربة وانتهيت منها. ربنا يدينا نعمة يا أحبائي، يدينا قوة من عنده ونقبل كل التجارب أو الضيقات اللي يسمح لنا بيها ونبقى شايفين باستمرار من جميعها. مش يا جماعة شوية ينجيهم وشوية لا، ده من جميعها ينجيهم الرب. بس خدوا بالكم الكلام ده ينطبق على مين؟ على الصديقين. الصديقين اللي هم مين يا جماعة؟ قديسين، ولاد ربنا اللي عايشين حياة القداسة، ولاد ربنا اللي سالكين ومنفذين وصية ربنا اللي قال لنا كونوا قديسين كما أن أباكم السماوي هو قدوس. ربنا يا حبائي يدينا نعمة ومعونة من عنده
عشان نعيش معاه ونبقى مطمنين واثقين ان احنا في رعايته وفي حمايته، لان هو مضى وثيقه، الوثيقه دي هو كاتب فيها ايه؟ شعور رؤوسكم جميعا محصاه، وكتب فيها انتم افضل من عصافير كثيره، وكتب فيها خافوا بالحرم من الذي له سلطان بعد ما بيموت الواحد انه يوديه فين. ربنا يدينا نعمه ويدينا بركه عشان نطلب ما هو فوق، نحس كده مش مهم التجربه صعبه ولا سهله، المهم التجربه في الاخر نشوف فيها ربنا، يزيد ايماني، ننجو من كل التجارب، ونحس قد ايه ربنا انقذني من الضيقه ونجاني منها. لإلهنا كل مجد وكرامه من الان والى الابد.